مرحبا بكم من جديد. إذن في قضيتنا بالنسبة لليلة حادثة مأساوية تعرضت لها سيدة مزلنا ما نعرفوش إلى حد الآن علاش. جيني كولدمان في 18 جويلية 2008 تتقتل بالسلاح بعد ما واحد يهبطها من كرابتها يضربها بكارتوش. باش نقعدوا نستناو عام كامل 18 جويلية 2009 بالضبط ليتم العثور على صاحب الأديان اللي تلقاه في السيارة نتاعها اللي هو سي دونالد سميث. 51 سنة صاحب سوابق عدلية كثيرة والشرطة إذا وقفته وبدأت تحقق معاه. لكن الأمور منذ البداية غريبة. الشرطة بدأت تحكي معاه نهار 18 جويلية 2008 انت قتلت المراه هذيا جبت فرد هزيت الكهرباء وهو بهت. لا تعرفها باهي المراه هذيا اللي قتلت ما نعرفهاش وتعرف الكهرباء اللي سرقتها ما نعرفهاش. بون بالطبيعه الشرطه باش تتصور انه هذيا يتبهلل على اساس ما يعرفش سك تربح ما برشا يعملوها التقنيه هذيا كلمه لا ما تجيب بلا. ولكن فما أمور حتى بالنسبة للشرطة غريبة الأطوار. هات ساعة نشوفوه السيد هذا اللي وقفته الشرطة واللي تنطبق عليه كل أوصاف اللي قالها الشاهد واللي شفناها في الكاميرا ولكن مع ذلك ينكر يقول مانيش أنا ما هوش لدين امتاعي. شوفوا جزء من التحقيق اللي صار معاه. Your DNA ended up in that car. That's interesting because my DNA couldn't have been in that car because I've never been in that car. A picture basically on a computer. I want you to look at it and let me know if you recognize it as yourself or not, okay? This is the man I'm talking about. Oh, was it with this guy right here? Yeah. Saying that's not me. That is definitely not me. I don't have a shirt like that. I can't see the face on the person. Right. No, that was not mine. That was my brother's phone number. DNA is split between 10 twins. It's indistinguishable. They share DNA, identical twins. Mm-hmm. I've never been in that car. Donald Smith شد صحيح انه ماهوش هو. والمحققين قاعدين يبحثوا فيه وباش تجيهم تحاليل البصمات. قبل ما يبداو يقراو تحاليل البصمات ياخو سي سميث بوز باش يمشي يتكيف. بوليسية حاطين في بالهم موضوع السواقر. مش قلنا راو سي المجرم يتكيف نوع معين وبالتالي نصبوا عليه العسة وهو يتكيف باش يتكيف نفس النوع ولا وتفاجئوا انه لقاو انه يتكيف في نوع اخر نتاع دخان. بون زعما مقطوع الدخان عندهم وبدل النوع ولا ربما هذا مؤشر. خليه على جنب هذايا تو بعد نفهموه. رجعنا الى تحليل البصمات. البصمات يدوخ المحقق وهو قاعد يشوف البصمات لا تتطابق. في كيفاش؟ لدين هو حاجة والبصمات حاجة أخرى. يا سي دونالد سميث عندك شي تفسير أنت بالضبط لهالهدرة هذه؟ ودونالد من خلال نمرو التليفون البوس اللي باش يعطيهولو باش يبدا يفهم الحكاية ما مش باش يتعمق فيها برشا. هو بيدو ما كانش فاهم حتى لين شاف نمرو التليفون متاع خوه لأنه هو وخوه توامى مكتملين. تاش معناها؟ معناها لديان متاعهم تقريبا بعض الاختلافات هو بيدو
في الوقت اللي رانا ديما نقوله اللي ما فماش زوز عندهم نفس الأديان في العالم، البو ولده ما عندهمش فرد أديان، الأم ولدها بنتها ما عندهمش فرد أديان، الإخوات ما عندهمش فرد أديان، كل واحد ولا ديان متاعه، إلا التوأم المثالي كنت تحب، يعني التوامة اللي هما توامة 1000% الأديان متاعهم يتطابق بنسبة تقرب للمية في المية. ولكن وهنا ربما البصمات تولي أقوى من الأديان، بصمات هذيك حتى التوامة ما عندهمش فرد بصمات، البصمات كل واحد والبصمة متاعه، وبالتالي الأديان اللي تلقاه هو بيته، لكن البصمات مش هي بيدها، بالتالي سي دونالد ما عنده حتى علاقة فعلا بهذه الجريمة. وفي الحقيقة المجرم هو أخوه رونالد سميث، رونالد اللي مع إيقاف باش تلقى الشرطة أنه فعلا هو صاحب المريول اللي كتافه خضر، فعلا هو صاحب البصمات، فعلا هو صاحب النوع هذاك متاع الدخان، النوع متاع السواقر اللي تلقاه في الكرهبة متاع الضحية. هاي سي رونالد، شنو بينك انت وجيني؟ علاش تقتل فيها؟ ما بيني انا وياها حد شيء، ما كنتش نحب نقتلها انا، الفرد الواحد نتاعو الفلسة اللي ننزل عليها كانت من غير بروتكسيون، بالتالي أول ما أنا جبتها كايا باش نجبدها هكا ونخوفها بالفرد ونلوحها في الكياس ترطاف، ضربت الكرتوشة وجيت في صدرها، ما كنتش نحب نقتل هنا، على كل حال حبيت نسرق الكرهبة وكهو. وهو فعلاً حتى الكرهبة اللي سرقها باش يستعملها لبضعة ساعات فقط، بالتالي جيني قتلت من أجل لا شيء، بلي ثبتت الشرطة فماشي حكاية ما بيناتهم، فماشي مشكلة سابقة، لن تجد أي أثر لأي شيء، وبالتالي المقتل متاعها كان غلطة كما قال رونالد في إطار محاولته للسرقة. نهار 26 أكتوبر 2012 ستصدر الأحكام في هذه القضية، الأحكام اللي باش توصل للحكم بالمؤبد على رونالد من أجل جريمة القتل اللي عملها. أما فيما يتعلق بجيني فعائلتها وكحركة رمزية حبت تخلد الذكرى متاعها، فقاموا بإنشاء المدرسة اللي حلمت هي حياتها الكل بأنها تعملها. وبهذه الطريقة كنا شفنا حاجتين في هذه القضية، أولا كيفاش ناس ساعات تكون قلناها في بعض القضايا في المكان الخطأ في الزمان الخطأ، هذيك هي تلك هي الأقدار، ما عندها حتى علاقة جيني بالمجرم، لو لم تكن في ذلك المكان في ذلك الزمان راي حياتها كانت حياة أخرى. واحد واثنين، فهمنا أنه حتى في عالم لديان فأنه لديان ينجم يكون هو بيدو بالنسبة لزوز أشخاص. نستنى تعليقكم على هذه القضية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.